señora por aquí? A mí es mi hija. Pues tengo una arma de que le manejaron madre y hijos. Y tu padre me aguanta, me quedo una y me muere tu papá, si me muere tu papá a ella o no muere. Y tu padre me aguanta también y me muere tu papá a ella. Y le doy un carro que muere tu papá a ella. Y le dice, carro que muere tu papá a ella. Ay, ¿no te doy acceso a la mujer de tu país? Y yo sé que alguien de la mujer de tu país te toma a un testar en ala, el mie, el jove, el turba, el sarwa, el madalía o el nebet de tu país. Es lo mejor que te calma a la das de sarwa, el madalía. El bebé que la hace ahora está ahí el maide. La última jumeba que para que le diga el maide o el tarif el maide. سخرية سودة تستخرج من بيت الأرض وقد تكون قريبة أو بعيدة عن فرش الأرض. ممتاز، مادة طبيعية صلبة تستخرج من بيت الأرض قد تكون قريبة أو تكون بعيدة عن سطح الأرض. طيب، إيه أمثلة المعادن بقى اللي إحنا ممكن نتعرف عليها ونستخرجها من بطن الأرض؟ أحمد؟ حديد ومنجنيز وذهب وفوسفات. ممتاز، عندي الحديد والمنجنيز والذهب والإيه؟ والفوسفات. إحنا النهاردة عندنا على خريطة مصر أنا عايزة أعرف استخراج كل معدن من المعادن، هل المعادن دي موجودة في مصر ولا لأ؟ وإحنا اتفقنا كمان إن المعادن دي بتختلف أهميتها على حسب أماكن توزيعها على إيه؟ على الخريطة. طيب إحنا هنبدأ كده ونقول مين يشارك معانا مجاية. هتعملي لي مفتاح الخريطة وهتحطي لي إيه؟ الذهب. طيب بصوا زميلتنا مجاية عملت إيه؟ بدأت تعمل مفتاح الخريطة وقالت لي إن الذهب لونه أحمر. طب أنا عايزة أعرف إحنا بنستخرج الذهب في مصر منين؟ إبراهيم. إبراهيم ممكن تحدد لنا معدن السكري على الخريطة؟ بصوا يا أولاد زمان عمل إيه؟ حدد لي معدن السكري على الخريطة، مفتاح الخريطة لونه أحمر، الذهب فحدد لي بنفس اللون، مفتاح الإيه؟ بنفس اللون اللي في مفتاح الخريطة، حدد لي مجال معدن إيه؟ السكري. Yeah.
خدي كده حديد الفوسفات حطه لنا في مفتاح الخريطه عشان زمايلك يقدروا يحددوه. بصوا يا اولاد، زمايلتنا حددت لنا الفوسفات في مفتاح الخريطه، احنا بقى عايزين نشوف الخريطه نفسها ونحدد الفوسفات فيها. مين شاطر يقدر يقول لي اولا هي ايه اهميه الفوسفات؟ هو انا بستخدم الفوسفات في ايه؟ يلا خالد. يبقى احنا النهارده اخدنا درس الثروه المعدنيه.